عيني هديني دلالي طول المدير عرضني قدام الناس هذيك ها كاين من زرقني عليا اش بيه المدير زاد اش بيه قال ولدك ثلاث ايام ما جاش مبروك زاد هذا اي نعم ولدك مش قاعد يمشي يقرا ما لا وين يمشي زاد اي تنقول ونعرف عليه انت تلفيني هذا نقول لك كيف اليوم نهارك ونهار يوم شوفوا اللي عسل شوفي عسل شوي بركة بشدة لو تعسل بسالو حبيت تضرب بستة طاوة وسع بالك بركة بشوي مو بالسياسة كي جي يفهم منه كلمة بالطريق بالطريق يفهم هذاك بالسياسة يفهم عجبات الصحة عجبات الدد طاو نقول لك فيه مال ني يسرع فيه هكا ووقف لي مدير ني تعرف قديش 15 عام وني نقرا معلم ما وقفش حتى بابا اللي هو وقفني المدرس هاي فارغ الاستاذ مكرفين وغايبين والدير ماشي جاي اش فما وزير حاجه اخرى ولدك كره القرايه درت المدرسه دي ما حدش يحب ومكمل كشف القرايه تو بده يقروه في بلاصه اخرى اي عندي ما هي الفلوس هذيك بالرقبه هنا كان باش ناكلوا باش نمشوا نقروه لبرا هذا اخر طرف وين البرا وعندنا مدرسه اخرى وفما من نقروه نحطوه في المدرسه القرانيه شنو شنو نحطوه في المدرسه القرانيه والله روح نطفى لك بها كان نسيت تعاود هاي الكلمه هذي هذا اخر طلعه بنتي لا حلو لا حلو مازلنا نسعوا ليه مازلنا نسعوا هاك تشجع فيها مالك يا لالا ها على الاخر عمي ودي عدوا على الفحص لا ربحنا ربحنا ياسر اما فحص زاد مش عدوا على الفحص مال شنو يا بنتي مال شنو مش فحص المدرسه القرانيه في الرقاب مش في الفحص خلوا اللي تخلوا زيد والله ستوكيه ضربه عندك تنار شيء نور حد هاك تنت فيها يا بنتي مش تحبين ولا شيء خي تحب الجيران يقعدوا يضحكوا علي تحب تخلي لي زهره ليه ايش يصير خليش متفي عاد البلبول ولا البلبول ولا تسمع ده خليش متفي عاد خليش متفي نوع الضحك هني ولا عاد في الكلاب زي ورو في هو اللي كذا ها هذه ما عادش فاهم والله ما وانا ودك ودك وانا ودي بس وانا بس تشبين ودك وانا وانا ودي ودي بس وانا جيت وجيت طب طب جيت طب قولي من جبيه طب جيت والله اليوم يا هم يلي راجل معقول يا خويا يا خويا يا كرام شتو جابي طب ودي وسع بال زين تليات ري زين تليات هات انا ديها باهي باهي دعس والله العظيم يا مرجع القلب السؤالات هذيا ليش تضربني وكاو هذاك اش مزيان بابا كاين في الدنيا لا وش عليك والله واحد فيكم كلمني خليكم الدار وانا الجايه احليلي انا يا طفل كي ضبع كهبل اخي قولي قولي ما تمشيش تقرا وين تمشي وين تمشي يا ما تحبي تفهم ولا ما تفهميش القرايه راه ما عادش فيها حكايه فارغه ولات على الحيط هاي مبروك زاد المدرسه ولات حكايه فارغه قول مالها المصاريف الزنكه نصرفوا فيها عليك تقرا في اليوتيوب نتاع الماك ب 50 والفيزيك ب 40 وتسخط وتبش على راسك وتقولي القرايه ما نحبش نقرا ما قلت لكم شو اصرفوا كان عطيتوهم الفلوس مش خير انا حرقت تحرق وين تذهب يعطيك حرقه ان شاء الله وين تحرق يا ما حكايه فارغه لو هاك عندنا داخلين خارجين داخلين خارجين ما فاهمين شيء ما هاك تمشي تقرا في اليوتيوب وليدي علاش هاك تعذب في هاك تقرا في اليوتيوب يما الاستاذه وافقولهم على تسع نقاط وحنا عندنا نقطه برك ما وافقوش على يعجبكش تو نقطه شنو تو حطيتوا ما عندكم نقاط خلونا نهجم البلاد وانا نقعد في الكره ما بينات يا حبين عليا يا حمل قول لي وين تمشي كل يوم وين تمشي تي نمشي ورا اللي سي نلعب ونلعب تلعبوا في الركح زين في جاني ايش عرفت ما فهمت تلعبوا ها ريحتك من الدخان تعال في الدخان راح تتكلف غادي يا حبيني ها يا حبيني يا حبيني ها وجاني ها والنقار ها وجاني ها وجاني ويا حبيني ها وجاني وان بسم الله الرحمن الرحيم وان 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 ولاك مسي خليكم الدار وين هالشيء خوفي العصمان بتبلع على راسي وها على راسي وها كلهم كتفوا ها ها دم قلبي صرف
صبرت عليك، ما خليت ما خذيتك، ها؟ ما ادري جيت الطب الادوات قبلت البلد وفي الاخر بدك تقرا. طب الضرب ممنوع، الضرب ممنوع، انا عندي حريه الاختيار، مش نقعدوا كل الكوره ما بيناتكم، وقت اللي يحبوا رشعونا الاعداد، يرشعوا وقت اللي يحبوا يقرونا، يقرونا وقت اللي يحبوا يعدونا دفوارات، يعدوا، ما نقعدوش احنا اما داخلين خارجين، داخلين خارجين ما فاهمين شيء. وانت كنا نكلم فيا، ها؟ الولاد كنتوا حر فيا، ها؟ للولا عالكوشه، نضرب، ها؟ ولا تبغى ها؟ ترى ها؟ تعلمش نحربش، البابا يفهم راهي الزطلة ما عادش ممنوعة بحياة راس البيش. شنو هي الزطلة هذه؟ شنو هي؟ راك حسين. الزطلة مخدرات يا زهو. نهار مبروكة يا زهو. اي ولدي. اي ولدي كي تروح تاخذ مخدرات. طب انا بروحك. هذا نقول لك كيفاش المخدرات يا زهو. قلبي قلبي. زهو. قلبي زهو. شبيك؟ شنو؟ ما توديش يا زهو. فيك يا زهو فيك انا حد السب. يا زهو. يا حبيني على زهو، يا حبيني على اليعقوبي، يا حبيني على الشاهد، يا حبيني على الوزير، يا حبيني على الباشي، يا حبيني على تونس، يا حبيني على تونس، يا حبيني على تونس. يا حبيني يا حبيني يا حبيني. دخل يا يا زهو يا حي حبيني على التعليم، يا حي حبيني على زهو يا حي. يعني شو نقول يا زلمه؟ يا حبيني على زهو، يا حبيني على التعليم. شو واخدي؟ شبيك زاد علي البونابيس؟ علاش تلوج شبيك؟ شبيك ديك راسك ثلاث مرات. ارك حرك يديك ترى يدي يدي ترى اي ها ها بكره تعال نحطوها في المدرسه القرانيه فيش نحطها المدرسه القرانيه تحت على راسك مش انا ما ادري شوي ما ادري شوي ضحك من هنا قال خلي ترك ال شفت يخبط عليا ياسر خليكم تدارون الجاية ولا مش محتا ولا مش محتا خرم مش تعاود انتي خبطه ولا عرفت هو يضرب انت شده السبت عملها ولا نسمع فيها في البيت زيها وكلمي سايب السبت مش عندي ايه ايش بنت السبت ايش بنت انتيحة برجولي خاف منها زين 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 هذه القرايه ها هذا النهارين هذا النهارين هذا النهارين هذا ما بدي كده